وهيمنة النموذج الغربي، أصبحت البشرة البيضاء عنصرا أساسيا للجمال وغاية تقتحم النساء لبلوغها مغامرات تقودهن في الغالب إلى استخدام مواد كيماوية خطرة تتسبب في أضرار مختلفة على البشرة والصحة العامة. فاطمة بنت محمد محمود ترصد الموضوع في سياق هذا التقرير. خلال رحلة محفوفة بالمخاطر، تبحث المرأة الموريتانية عن إضفاء نظرة جمالية لبشرتها باستخدام المستحضرات التجميلية التي تعج بها أسواق العاصمة، وتتعدد أنواعها وتختلف أساليب تحضيرها. هذه المواد وغيرها تحتوي غالبيتها على مواد كيميائية قد تسبب أضرار صحية تهدد حياة مستهلكيها بشكل يومي. فبعدما كانت المرأة التقليدية تعتمد في المحافظة على جمالها على المواد الطبيعية، أصبحت في الفترة الأخيرة تستخدم مساحيق التجميل التي تتكون عناصرها من مواد كيميائية دون الوعي بخطورة تلك المواد. وراني ناصحتكم يا شباب كاملين عن هذا الدهاين اللي راهي فيها الخطورة، راهي لكم فيها خطورة متينة، كلت أجسادكم وخسرت اموالكم، اخير لكم النيل الزين، واخير لكم تتبرموا تبرام الزين. الناس الاولى كانت اصلا تعدل التجميل من دون هذه المواد الكيماويه اللي خطيره على الجسم وتودي لهم الامراض السرطان الدم، خارج كل شيء دون هذه المواد الكيماويه. الرأي الطبي يرصد التأثيرات الجانبية لاستخدام مستحضرات التجميل ذات الطابع الكيميائي. ننصح العائلات اللي يستخدموا هذو لي برودوي اللي ينقال لهم ادوات مواد التجميل عنهم، اولا منهم لا يتعدى ذاك، تقيس بيرقاش متخصص في التجميل، ياك يعود يعطيها روايات تعود الدور يعود ما يضر. بالنسبه لها الادويه اللي تنخلط وتنباع في المرصه ما هي محفوظه ولا هي مصنفه كاع من ناحيه عنها ادويه، ولا يعرف حد هي مناش معدله حقيقه، واغلبيتها بعض تعود مواد تجميل قائمة على أساس شين قالوا لي كورتيكويد يعدلوا يسبوا عن البشرة تعود فاتحة شوي، هما خطيرين، هما المواد اللي عادوا فيهم كورتيكويد، كورتيكويد هذه مواد خطيرة للغاية، تسبب مرض سكر وتسبب أمراض جلدية وتسبب ياسر من الأمراض الأخرى، أمراض الكلى، وتسبب ارتفاع ضغط الدم المالي. هذه أمراض خطيرة للغاية. ويبقى التحسيس بأهمية الرقابة الصحية على استهلاك مساحيق التجميل التي تدخل المواد الكيميائية في صناعتها، ونشر الوعي الثقافي بين المجتمعات بخطورتها الصحية السبيل الأنجع للتمتع بصحة جيدة.